ولابد أن نتوقف أيضا عند هذه الصور التي تتحدث عن عشرات الشهداء والإصابات جراء ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة باستهدافه منزلا مكونا من عدة طبقات لعائلة غباين بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش الإسرائيلي المناطق المحيطة بمستشفى كمال عدوان، وهو مستشفى من اثنين لا يزالان يقدمان قسطا قليلا جدا من المساعدات الطبية في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا الواقع ما بين بيت لاهيا وبيت حنون وجباليا. كما نشاهد إذن صور لعشرات الشهداء جراء مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بقصفه منزلا مكونا من عدة طبقات في محيط مستشفى أو بالقرب من مستشفى كمال عدوان المناطق الشمالية. منذ ساعات الصباح وبالتزامن كانت تقصف مع المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى بصواريخ من الجو بقذائف من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على المناطق في غلاف قطاع غزة، والقصف يطول حتى اللحظة الأحياء الآمنة والمنازل منازل المواطنين وحتى مراكز الإيواء بما فيها مدارس وكالة الأونروا وكذلك المدارس الحكومية التي لجأ إليها عدد من المواطنين. وكما يظهر في الصور فإن هذا القصف من الواضح أنه كان واسع النطاق وإن استهدف بناية بعينها، ووفقا للبيانات الواردة فإن هذه البناية قد كانت مأهولة بعائلة بأكملها على طبقات البناية المتعددة وجرى هدمها على من فيها بصورة كاملة كما هو واضح من الصور التي جاءتنا قبل قليل. تقع هذه البناية إلى القرب من مستشفى كمال عدوان شمالية القطاع.